على بالك علاش جوج تحسني؟ اه مامي علمني. اه مامي عفوا. على بالك وعلاه؟ علاش؟ باسكو انت عندك اون فوا ايغو. على بالك قليل فنانين جزائريين عندهم رايحين في ليغو. كيما محمد لامين، كيما يعني كاين كيما لا لا راح لي اسمه. علينا شو. وفي ميم طون باش نطلب المستمع انه يسمح لي. باسكو حقيقة يعني بيني وبينك يفوا اتخ سانسيغ، اسكو انت تحشم؟ اسكو انت انسان اللي يحشم؟ كيفاش نحشم؟ كاين حشمة بنحشم. اسكو فهمت علاش ما حبيتش نجوزك في الحصة هذه؟ اسكو اليوم فهمت علاش ما حبيتش نجوزك؟ اسكو انت فهمت اليوم علاش ما حبيتش تجوز في الحصة هذه؟ علاش؟ اشكو على بالك بلي الناس كي مانتا لي كيلكو بار شوهوا الاغنيه الراياويه صدير قداو شوهوا الاغنيه الراياويه قداو على الاغنيه الراياويه لو كان نقول كاسكو اشكو عندي الحق ولا ما لي كيما انا لي غنوا شوفوا والله كيفاش لي سما لي غنوا هكا كيما انا هما لي شوشو اغنيه الراي لا لي ما عندهم حتى علاقه مع الغناء شوهوا اش كنت عندك علاقه مع الغناء انا انا عندي علاقه مع الغناء تاعي مع الراي تاعي ما عنديش علاقه مع الغناء راي حاجه اخرى انا مع الراي تاعي عندي علاقه والراي تاعك والراي تاع الاخرين ماشي كيف كيف تختلف فاش ما واش عايش معايا اخويا هو عايش مع بهيش وانا عايش انا ماشي كيف كيف الاغنيات تتخالفوا انت واش راك عايش انا كي مانيش عايش ماشي كيف كيف هذاك اسمح لي اسمح لي تسكن في وهران انا نسكن في الجزائر هذاك تسكن في بشار اسمح لي هذاك هذاك النص هذاك لو تيكست لو تيكست يشونج صح حتى الكتيبه شاع كاين الكتيبه الكتيبه يتبدل بصح الراي يبقى الراي يبقى الراي انا قول يا رجل دونك انت الراي اللي ديرو انت والراي اللي غنيه شاب جافيل واش من الفرق تعرف شاب جافيل ما نعرفوش شاب تيبيا شفتي بيا هذايا شاب تيتانيك مي ماركي لي بيت ما نعرفوش ما تعرفوش اسكو عندك مود باس اسكو انت كي تغني دير مود باس واش ندير مود باس كيفاش مود باس مود باس ما عنديش عنديش مود باس هذا هو الغنى تاع عجبتك انت الاغنية بارازا عجبتك انا اسمح لي انا يجوزنا الجمهور يحضرون بالك نجوز الجمهور بيانسير نجوز الجمهور والجمهور آخر كلمة تولي له بالك هو فهم بالك أنا راني غلط إلا راني غلط الجمهور يقول حكيم راك غلط ولا ما تبعتناش كومبليكس تواك ولا من... لا لا احنا ما نخدموش هكذا تحب انت تروح تجاوب في تليفون تروح انت تروح تجاوب في تليفون وتجوز اون ميم طون مالك ما نحاولوا مكالمة 021-66-23-23 ولا عبر الفيسبوك إذن HKM Galaxy ولا HKM Digibus ولا راديو البهجة Galaxy Official اقتراحاتكم إذن تأخذ بالعين الاعتبار أنا أكثر من 100 من 1100 يا ليلى 1100 ولازم نلحقوا 2000 قبل نهاية السنة إذا كان حابين يعني هاد النوع من الحصص تكون متلفزة احنا لازم نحقول 3000 محب لهاد النوع من الحصص إن شاء الله تكون حصة جالاكسي عبر التلفزيون وعلاش لا خاصة أنه اليوم في الجزائر في الجزائر عيب تقول الواحد ما عندكش علاقة بالفن كاين اللي راهم في الفن صافي 20 سنة وما عندهم حتى علاقة بالفن كيفاش نجحوا ما على باليش نجحوا بكم انتوما ونجحوا بينا حنايا بصح ما عندهم حتى علاقة بالأداء ما عندهم حتى علاقة بالغناء ما عندهم حتى علاقة بالميزان بال 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 بالموسيقى إذا نحاول مكالمة أولى بصح راك ديكلاريت لوندا قلت لي ديكلاريت في الديوان ديوان الوطني حقوق المؤلفين خفت يسرقوك
ايه سي نخاف، انا نخاف يسرقوني. وسرقوك ديجا؟ ما عمرها لي فودور في الفن. كاين بزاف سراقين. كاين يسرقوك؟ ايه جيجا سرقوني. الاولانيه سرقوني. شكون سرقك؟ وين انا بالك؟ قال لك سرقوك دوك الغنى تاعك ما غنيتوش. ما لحنتو ما غنيتو. سجلت هكاك واحد لاشون صويا وين جالس لي في البهجه في 2001. بعد هذاك الغنى قال لي 12 اغنيه ما حوشت عليها. عاود زدت كتب زدت كلاريت. ولا ما على باليش مانيش فاهم انا الفن هذا. واش بيه الفن هذا؟ هذاك انا جراني بزاف ما. كاين اللي جا هكا هو راقد هو جا وكاين اللي تلقاه يجري يجري هو يقابها وما جاش. محاولة أولى، مكالمة أولى. ألو. ألو السلام عليكم. السلام عليكم، شكون معايا؟ محمد خويا. محمد منين؟ من براغي خويا. راك زعفان؟ ألو. راك زعفان؟ والله أنا زعفان بزاف بزاف. واش درت لك يا أخي؟ أه؟ واش درت لك؟ واش درت لي؟ ألو. واش درت لك؟ واش درت لك باش تزعف؟ اليوم قلت ما تخيرنا يا اخويا جبت لنا شونتير هذا وين؟ خليه يسمع. خليه يسمع. راك تسمع واش يقول الاخ؟ منينو هذا؟ منينو؟ من براقي. من براقي من براقي اخويا. منين براقي منين؟ اسمع اسمح لي بك الاخ كشاب كادر، هو عنده الحق باش يكون في علمك. ما تزعف. انا نهضر معك مع دقيقه. ما زعف. هو عنده حق يعطي رايو، يعطي رايو فيك، يعطي رايو في الحصه، هو عنده الحق. انت تحب تجاوبو حقك، ما تحبش تجاوبو حقك باحترام. ما نجاوبوش. تفضل الاخ. وي خويا. تفضل. تفضل. وي هذا اسمعني خويا. تفضل. انا نسمع فيك. الو. الو الو الو. هذا محمدك هذا. منين؟ براقي. بلقي كبيرة وريضة. لو كنت راح تعلم صنعة ماشي خير؟ صنعة. الحمد لله أنا. 37 سنة مازالك صغير وتخلي الفن لمولاه، تخلي الفن لأهله ماشي خير؟ الحمد لله أنا مبيع والو، أنا لاباس عليا نسجل الأغنية تاعي خدام. عباك راح يخرج قانون جديد. يحكموك تغني تروح الحراج. يحكموا الاولانيين ما سهل الاخرانيين، كي يحكموا الاولانيين وبعد الاخرانيين، ولا نحكموا هذوك نجبدوا كاع العروق تاع الشجره من تحت كاع ومن بعد نبداو بالوراق وكذا، باسكو مازال كاع، هاي حوايج بزاف، نجبدوا كاع البير بغطاه. اجبد هاي راني نسمع فيك. انا ما نجبدش على مالي ما نهضر. واجبد هاك تهضر لك العروق. ايه باسكو. هاي تفضل هاي اهدر. ولا غير لسان. ما نهضرش. غير لسان. نهضروا هكا بلسان برك. انا وياك غير لسان. غير لسان ما نديروا والو، نهضروا غير بلسان برك. هذا برك. الو فهمني برك اسمح لي. دوك انت راك 37 سنه الله يبارك، في الحومه كيكونوا الدراري صغار تنصحهم. باغ اكزومبل تشوف دراري صغار يضربوا تنصحهم. سي نورمال كيكونوا يضربوا. ولد يدير حاجه ماشي مليحه تنصحوا. قال يا ولدي الحاجه هذيك ماشي مليحه ما ديرهاش. فهمتني؟ ولي تشوف باباه وليدو. يتيري على باباه، باباه هارب، وليدو هارب باباه يجري موراه وليدو بلي بلوكي يتيري عليه. هذاك واش تقول فيها؟ دونك لازم تقول يا ولدي راك غلطان. هذاك انت تدخل روحك باباه وليدو تدخل. إذا كان لازم الإنسان يدخل بيان سور يدخل روحه. لازم يدخل الإنسان روحه. دونك أنتايا في الغناء لو كان يجي لك واحد اللي في ميدان الغناء بالك انا راني منشط بسيط ونعاون نكرها انه عدة مرات رفضت انك تجي الحصة هذه، ولكن كاين ناس يعني اللي كانوا حابين نجوز الحصة هذه. اسمح لي اني باش الناس باك تفهم انه اليوم في الجزائر هذا مشكل عويص، من هبة ودبة يلحق الغناء. لما نقول من هبة ودبة انت راك
في المعمعه. انا معاهم انا فوالا، باسكو من الصباح راني نفهم فيك، ما قلتش كلامك ماشي مليح، قلت ما عندكش الصوت، يعني كما تقولوا انتم في, في, في اهل الراي، السلاح ما عندكش، الجرزي ما عندكش، وهكذاك وراك تنسيستي وتقول يا ولدي انا نغني تاع الدرع، راك تهضر لي على لوندا، لوندا روح ديكلاري واش حبيت؟ اللي يحكم عليك، اللي يحكم عليك هو البرودوي تاعك في السوق، هو اللي يحكم عليك. ما تروح ديكلاري واش حبيت، تروح ديكلاري في لوندا. مي كي ديكلاري في لوندا مش معناتها تعرف. على كولي ها. صح. راك ديكلاري الكلام تاعك، ديكلاري تو باش ما يروح لك. نحاولوا مكالمة أخرى. الو ان شاء الله باك الاخ تاع ابو تاع براقي نظن. الو السلام عليكم. سلام، شكون معايا؟ امين بلوساندي. بلوساندي حسين داي. حسين داي نعم. حسين داي واش راهي النهد؟ صافا صافا بعقلك على ماك. اسمح لي برك فكرني برك في اسمك. امين 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 دقيقه امين. كاين واحد اسمه انجل سكول يقول لك عندك لافوا حطبة. ما في هذا كاميرا هذا والو هكاك حطبة. لا لا مش حطبة، هذا حديدة مصدة هذا. يا أمين والله العظيم أنا بالك بالك كاين يقولوا حكيمي لي موفي، أنا نشاطر بعض المستمعين، يعني راك راك سمعت الأخ يغني مقبلة أكابيلا. أنا واش رأيك أنت؟ اسمح لي خويا كارثة في كفصرة، كارثة كبيرة. ما دي صارو ما كاين والو، اللحن تاعو ما كاين والو، كيما قلت لك راه يحد يدير صراع خير والله. راك تسمع واش نقول لك؟ ما نجاوبو يا دونك ما نعم؟ نعاود نرجع له الصرف حاجة نهضر له ما نجاوبش. لا لا اسمح لي اسمع دقيقة أمينة. لا لا أنت يا أخي قلت لي أنا فنان. هذا مستمع. من حقه يقول واش يحب، انت كي تجاوبو سي تقنعو بصح باحترام، باسكو باش تزعف وتبدا تقول كلام. شو شو هضر شو الهضرة هادي شغل يهضر من قبل من حقه. قال لك ما تعرفش نهضر مع هنايا نهضر مع جونتيمون. مي هو ما قالكش ميشامون، انا كي راني نقول لك انا واش نقول، نقول واحدة نقول حاجة واحدة، الصنعة هذيك راه نتعلمها انا راه يتعلمها هو. اي والله راه تعلمها انت خير. خويا خويا اسمح لي نعطيك صنعة تعلمها خير بالك بالك دير درام خير من اللي دير فيه، كما قلت كما قالت حكيم الفل خليه المولى خير. كاين بالك صنعة دير فيها درام خير من الغناء. معليش انا نغني معليش. يغني نغني نغني واش عليه؟ واش البحث؟ واش عليه؟ واش البحث؟ واش عليه نغني انا؟ واش البحث؟ نغني انا نحب نغني نربح انا رابح كاع. واش ربحت انا رابح؟ اربح الملك تشوف واش انا رابح انا. خلي امين نوري لك امين عندك الادريسه تاع الواحد يعني نوري لك انا واش ربحت. واش ربحت فاري؟ واش ربحت؟ واش ربحت؟ دراهم دف الاسم الو امي بيعوا في طونطون فيل امي بيعوا لي فوا انا كراد ولي جاني يحبوا يتيستوا معايا كامل. ما يتيستيش معاك هذا من حقه. يا طلع لا لا شوف كي تكون تغني ينجم يضربوك الناس يضربوك ديجا هايدا بالصوت هذا يضربوك بالطوماطيش ويضربوك بليكانات تاع الماء يضربوك يطيحوا يزرقوك في لاسين ريفو مي ما تطلعش دوك. يعطيك الصحة أمين. برمزي تيماجيني اللي يدير كاش حفلة تيماجيني تدير كاش حفلة ولا ما راهوش وحده هذا هو المشكل أمين. خاطر اليوم في الجزائر وهذه حقيقة تقال هذه حقيقة تقال خاصة 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 في عالم الراي الحق اليوم من هبة ودبة واليوم في الراي لي شونتور هادو تاع الراي عم يقولوا بليك نتوما لي جون كيما انت امين نتوما لي جون اللي تحبوا هذا النوع من الاغاني اي خرجت تغنيه جديده تقول انا وياك منوطي انا وياك منوطي منوطي معناتها انا وياك برادشي برادشو كيما قلت انت مقبل مامو اللي يجي يحكموا يغنيها تيديو الحبس نورمال ان شاء الله يا ربي يخرج قانون ان شاء الله يا ربي يا ربي يخرج قانون انا على بالك واش راني حايب حاجه تولي انت بالك هذاك الوقت ما عشتوش في الثمانينات كاين ناس يقول لك وي سيتا نيتا بوليسي نو لما نشوف اليوم واش صار في الجزائر العاصمه نقول لازم نولي وين البوليس يحكمك في الطريق خويا اعطيني بياس ديدونتيتي واش تخدم تقول له واش تخدم يصيب بليك ما راكش في الخدمه
يديك الكوميسارية ويديك الحراج، يدخل السينما يصيبك في السينما وانت نورمال موراك خدام، يديك الحراج يصيبك تنشر الحوايج تدي بروسي، تقطع في الباساج ما تقطعش باساج كلوتي بروسي. الور هادو اللي يغنيو يديوهم للصحراء كيما دار ماو تسي تونغ لا ريفوليسيون كولتوريل، اداهم عطاهم اسمح لي اداهم غنى تاعي ما يدينيش من حقي نغني غنى تاعي. ما عندكش الحق صح، ما عندكش ما عندكش نغني وين حبيت، ما عندك غني في داركم، غني في لادوش، غني في الخدمه، نغني انا نحب نغني في كاباري، نغني في ديسكوتاك، نغني نجوز بالقانون نجوز ولي دراع. اويا تاع دراع قانون سبحان الله. توي انا نغني وين نحب، انا انت ما تغنيش انا نحب نغني غنيتي. وي امين انت مقبيات قلت له اختو هذا مهبول اللي يخدم معك ديجا. انا اسمح لي دمام هذا مهبول اللي جابو تماك تانيك. انا تماك مهبول تاني انا عرفت مو لا 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 انا مهبول نحت... اللي جابو تماك إيه انا معرفه ولا شنو ولا ماشي معرفه دوك دوك فاهمك وعلى باسكو انا ودي با الحقيقه ما حبيتش نجوزو ما انا حبيت المستمع يفهم المشكل وراه في الجزائر. فهمت انا فهمت باش الناس اليوم في 2010 تفيق بليك سي با باسكو سي با باسكو كادر يعني كاين اكثر منه. وانا بيني وبينك بيني وبينك جو بريفير كادر ما عندوش صوت ولا الناس اللي راهم يسبوا فينا ويقولنا ويقولوا لنا كلام اللي ما لازمش يتنقال وانت يا راك تسمع فيه وانت راك تشيل البوم تاعو. هو المشكل وراه انا هذا هو على قالك مازال ما خرجش البوم على كون ياخذ رايي غير ما يخرجوش خير يا خويا هذا رايو بالك باش ما يخصش راه مولدي كاش برو ولا كاش حانوت ولا خير. دبر على روحك دبر على روحك امين يعطيك الصحه يا حكيم يعطيك الصحه امين صح. علاش تنيربا لا علاش تنيربا علاش علاش تنيربا راك حايب تروح ليا ماك حتى صباح وتشك بارشوك لا ليا ماك انا كباب حتى وتشك بارشوك ماشي بارشوك. ان توكا كاين ان ايديتور قال لك تفوت ليا للبيرو على الخمسه تاع الصباح بصح دير لاشين يبيع في الخبز هذا الخبز بلونش. لا كاين بزاف اللي يديروا لي تيست عنده اسكو تروح. وهذا الاخ اللي يهضر دوكا قال اللوم ماشي عليك انت اللوم عليا انا اللي جبتك الحصه هذي. عنده الحق عباك بلي عنده الحق بصح صح. واش كان يقول لي نو واش قال كاع ما كانش غلط فيها باسكو هو الكلام اللي كان حاب يقوله قالو بصح انت الكلام اللي كنت حاب تقوله ما عرفش تقوله. هو يقول لك انت كان يقول لك انت ما تعرفش انت خاطيك انا قال لي صنع قتلو دير العمر. اسمح لي حبي دبر على ألبوم ما تخرجوش قلت له دبر على روحه. اسمح لي اسمح لي انا ما قلت له والو. اسمح لي قال لك انت وهكذا انت وهكذا انت وهكذا انت وهكذا انت ما دفعتش على عمرك. ما دفعتش على بالي باسكو كاع خروطو هو اللي يهضر فيه كاع خرطي انا نعرف او يخرطي برك هذا يا يكذب 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 يهضر ويكذب كون جات حظها صح تقيسني بصح انا على بالي بلي كلش خرطي نخليه يهضر واحد نسيو مستمع واحد اخر بالك هذا راه غلط واش رايك؟ سي وشوفوا وشكون هما اللي في ميدان الفن اللي سمعوك وقالوا لك يعطيك الصحه على الاغنيه هذه؟ كامل شكون عطينا اسم ولا زوج؟ كاين بزاف صحفيين كاين صحفيين قالوا لك كانوا يجوا حتى اليوم كانوا ولا داروا لي ارتيك في الجورنال في اليوم ارتيك على الاغنيه تاعي والله ايه واش قالوا؟ حطوا لي كابت صغيره ولا عندها بزاف واحد العامر قلت له شيرشي شيرو شيرشي على الغنى تاعي اللي ما حبش شغل كاين واحد تسماك شاب قردون انا ما عنديش شعر قولوا ما قولوا انا بولا زيرو انا كادر بولا زيرو لا نسمينا كادر مازال بصح انا صاب لك اسم شباب شاف قردون واش قلت؟ شاف قردون شاف زنقة واش حبيت؟ يا سيدي اذا انت على حسابك كادر واش خصك انت؟ دوك انت تعطينا رايك انت واش خصك انت في رايك؟ نظن
تسمع في الطريق وتسمع في الدار بعض الأغاني وتقول هادو